سلامات. انتشر مؤخرا خبر توزيع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا لكميات كبيرة من الطحين في محافظة رفح. العلم محافظة رفح نقطة من بحر للاجئين ونازحين ومنقوبين موجودين في كافة مناطق قطاع غزة، خان يونس، الوسطى وشمال القطاع. على كل حال نتعامل مع الواقع. هاي الكميات الكبيرة بتحتاج علشان تصير خبز صالح للأكل طاقة، ما في وقود ولا أي نوع بترول في قطاع غزة. تحتاج مي، ما في مي نظيفة. لو ما بدنا طاقة بدنا نار، ما في مكان تولع في نار. أجواء والطقس ما بيخلي حدا يلاقي حطب أو يولع نار أو يلاقي مكان يولع في نار. تحتاج خميرة، الخميرة صار حقها للعجنتين ثلاث عجنات من 12 ل 15 دولار. طيب كيف نخفف عن الناس ونشتغل؟ أنا عندي فكرة، فكرة ببلاش للأونروا والله راح تنبسطوا عليها، بس فكروا فيها. أنا مش عارف كيف لحد الآن مش وردالكم، يعني بعد 47 يوم قصف الآن بدون أي حراك، بدون تجهيز شلترز، بدون عمل أي شيء، الآن قدرت توزعوا طحين، فأنا بدي أساعدكم. في مخابز في البلد، والمثل بيحكي أعطي الخبز لخبازه. هاي المخابز واقفة علشان ما في طحين أو ما في وقود. أنتوا معكم طحين ومعكم وقود، فأنا رأيي تعطوا الموارد اللي عندكم والناس المشرفين على التوزيع للمخابز، تستأجروا المخابز وتوزعوا للناس خبز جاهز للأكل. هو الواحد ناقصه هم، هو الام اللي مكلومه وتعبانه ومهاجره ومش في بيتها وبردانه وولادها كلهم عيانين، فاضيه تخبز وتعجن وتدور على مي وخميره وتولع نار. لا، فانتوا حطوا العقل بالراس، استاجروا المخابز، شغلوا الناس وشغلوا الخبازين، وحطوا الطحين وحطوا الوقود في مكانهم الصح اذا كنتوا فعلا بدكم تساعدوا. اما اذا كنتوا ما بدكوش تساعدوا واللي بصير منظر وبروباغندا علشان تبني انه الوكاله تدخلت زي شغلات كثير صارت مع مؤسسات دوليه في قطاع غزه، فخلوا الطحين في المخازن احسن. عشان هيك الناس رح تاخده ترميه او تبيعه بسعر جدا زي في السوق السوداء عشان تجيب شيء يتاكل. لانه الطحين اللي انتم بتوزعوه، الحمص اللي انتم بتوزعوه، ما في مكان لا ينطبخ فيه ولا ينعمل فيه اي غذاء. فانتوا روحوا استاجروا المخابز وشغلوها ووزعوا للناس اكل، مع انه هذا اقل القليل من الاشي اللي انتم مفروض تعملوه. أونروا، شكرا.